هل السلف رحمهم الله أول المعية بالعلم؟ فالجواب عن هذا، قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر من ذكر من الطوائف حول هذه المسألة، قال: والرابع هم سلف الأمة وإمتها، أثبتوا أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وهم بائنون منه، وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه، وهو أيضا قريب منهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، فهو مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه. ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواته، فالله جل وعلا قال: محمد رسول الله والذين معه، أي على الإيمان، لا أن ذاته في ذاتهم، بل هم مصاحبون له. وكذا قوله عز وجل: فأولئك مع المؤمنين، يدل على موافقتهم في الإيمان. ثم ذكر رحمه الله أنه تعالى عالم بعباده وهو معه أينما كانوا، وعلمه بهم من لوازم المعية، فعلمه جل وعلا من لوازم المعية، كما قالت المرأة في حديث أم زرع: زوجي طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النار. فهذا كله حقيقة، ومقصودها أن تعرف لوازم ذلك، وهو طول القامة والكرم بكثرة الطعام وقرب البيت من الأضياف. وهذا نظير ما ذكره عز وجل عن السمع، قال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال: فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك، وأنه يعلم هل ذلك خير أو شر، وكذلك إثبات القدرة على الخلق: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. كذلك قوله عز وجل: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام. ثم قال رحمه الله: وهكذا كثير مما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد، تحذيرا من أجل التحذير، تحذيرا وتخويفا ورغبة للنفوس في الخير. قال: فمدلول اللفظ مراد منه، وقد أريد أيضا لازم ذلك المعنى، فليس اللفظ مستعملا في اللازم فقط، يقول: لا، بل أريد به مدلوله الملزوم، وذلك حقيقة. فدل هذا الكلام منه رحمه الله على إثبات صفة المعية لله عز وجل، وهي حقيقية. لما ذكر السلف المعية بمعنى العلم، ليس المقصود التأويل، وإنما المقصود أن هذا من لوازم المعية، هذا من لوازم المعية، تثبت صفة المعية لله عز وجل، وهذه من لوازمها، ومن لوازمها علمه وإحاطته عز وجل بخلقه. وكذلك من المعية، من لوازمها أن ينصر الله عز وجل نصرا خاصا لأوليائه، كما هو معروف في تقسيم المعية: معية عامة ومعية خاصة.